السلام عليكم شباب، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. معكم علي من قناة دارك جيمنج تي في. اليوم رح نتكلم عن موعد الكريسماس وعن جلتش جدا خطير بالكرياتيفي يلفلكم بشكل جدا سريع لكنه عليه باند. فهذا هو عنوان المقطع شباب. قبل ما نبدأ لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعل الجرس. وهي هي سكنات جديدة في الايتم شوب، فاذا حبيت تشتروا شيء يا شباب لا تنسوا تدعمونا عن طريق كود الايتم شوب AKOO. ويلا هلا خلونا نبدأ. طبعا شباب، اول شيء راح نتكلم عن الجلتش اللي طلع. الجلتش هذا يا شباب ممكن توصل خلال ساعتين او ثلاثة توصل لليفل 1000. لكن يا شباب اوعكم او تفكروا انكم تعملوا هذا الجلتش. وانا طبعا ما راح اشرح لكم كيف طريقة يصير هذا الجلتش يا شباب، لانه صراحة ما بتتحمل مسؤولية انه شخص يجي يسوي جلتش يتعلم جلتش مني انا ويروح يتبند حسابه ويصير يضيع علي. لان المهم يا شباب انا قاعد احذركم انه الجلتشات اللي بتطلع بالكرياتيف ما انصحكم ابدا تسويها، لانه ايبك جيمز بالفترة الأخيرة جدا يعني ما في معها مزح، صير تبند على طول وباند أبدي يعني. فأنصحكم بعدوا عن الجلتشات يا شباب لأنه صراحة جدا خطيرة. إذا طلعتكم جلتشات بالباتل رويال أوكي ما فيها مشكلة، بس جلتشات الكرياتيف يا شباب بنصحكم تبعدوا عنها لأنه جدا خطيرة. فهلا خلونا نتكلم على الشيء اللي بعده. ثاني شيء معنا بهذا المقطع هنتكلم عن الكريسماس يا شباب. الكريسماس مثل ما بتعرفوا حيجي معنا بشهر 12، ولكن تقريبا حيجي بعد الحدث أو عن بداية السيزون القادم اللي هو حيكون تبع سيزون 1 شابتر 3، مثل على حسب التسريبات اللي طلعت معنا باخر فتره. وعلى حسب التسريبات تذكروني يا شباب على بدايه الشابتر 2 اجت معنا هدايا، كل يوم نفتح هديه غير التحديات اللي اجت. تمام، هديه يكون فيها اخر شيء السكنات مجانيه. راح ترجع هذا الشيء مره ثانيه على بدايه الشابتر 3، هيجي معنا اعياد الكريسماس وتحديات 14 يوم من الكريسماس او 14 يوم من الشتاء للمره الثانيه. والصراحه شيء جدا حماسي، والكريسماس على طول سكناته جدا اسطوريه. راح انزل لكم من مقطع ثاني بعد هذا السكنات اللي متوقعة نسبة 90% انها تنزل معنا بالكريسماس. خلونا نوصل هذا المقطع يا شباب 100 لايك لو حابين نشوفوا هذا المقطع في اسرع وقت. تمام يا شباب، بعد الكريسماس يا شباب يعني حيصير معنا شيء جدا اسطوري. وعموما طور الكريسماس بدا معنا اليوم في طور الزومبي، يعني جدا قريب انه يبدا معنا في الباتل رويال مثل ما حكينا لكم. تمام يا شباب، والتسريب ثاني عن الشابتر 3 طلع معنا ملف صوتي عن الحدث. اثناء الحدث حيطلع معنا هذا الملف الصوتي، راح اترككم مع الملف الصوتي وارجع لكم. مثل ما شفتوا شباب يعني الصراحة الأصوات جدا غريبة اللي طلعت معنا، وغالبا انه مثل ما واضح رح يتم تدمير الجزيرة بشكل كامل. ملكة المكعبات شكلها ما رح ترحم الجزيرة، وهذا اللي بدنا اياه اساسا احنا، انه ملينا من هذا الماب الصراحة يعني. وعموما شباب بالتغيرات بدأت على الخريطة، او الفساد اللي بسبب المكعبات بدأ يتغير على الخريطة مثل ما كم شايفين بشكل تدريجي. على بين ما يصير 5 ديسمبر راح تلاقوا الخريطة بهذا الشكل. واليوم بلشت معنا هذا الشيء مثل ما كم شايفين، بلش التغير بشكل جزئي، بعدين الخريطة حتصير بشكل كامل هيك يعني مثل ما كم شايفين، وهذا دليل انه الماب راح يتدمر بشكل كامل. وبس هيك شباب وصلنا لنهاية المقطع. بعرف انه مقاطع اخر فترة جدا قصيرة لانه يا شباب التسريبات يعني جدا قليلة، يعني ما ادري شو اسوي الصراحة، ولكن بدي اسوي محتوى جدا اسطوري بهاي القناة. بس بتمنى انكم تعطونا افكاركم، لا تقولوا لي تنزل اي شيء، اعطونا افكاركم شو تحبوا تشوفوا بهاي القناة محتوى بفورتنايت. طبعا لا تخرجوا عن فورتنايت لانه محتواي بخص فورتنايت، يعني اعطونا تجارب، اكتب لي اي شيء اللي مثلا انزل عمل تحدي صندوق الواحد، يعني اللي عمل اي شيء يعني حرفيا، اللي عمل مثلا توب 5
5. اكتبوا لي اي شيء شباب تحبوا تشوفوه بهالقناه، راح تشوفوه ان شاء الله وبافضل جوده ممكنه راح ننزل لكم اياها. عشان تشوفوا قناه تطور يا شباب لازم تشتركوا بالقناه وتفعلوا الجرس وتخلونا نوصل المقاطع مع لايكات، يعني تحمسني. وكمان يا شباب لا تنسوا تكتبوا التعليق، تعليق والله يحمسني ينزل المقطع. بتمنى منكم تكتبوا تعليق تحفيزي لك، اذا ما بدك تكتب تعليق تحفيزي لك اكتب نقطه ايموجي اي شيء، لانه لو ما تعرفوا يا شباب التعليق يساعد على انتشار المقطع. وكان نفس الشيء لايك ونفس الشيء مشاهدتك للفيديو، انه وصولك لهون انت يعني هذا يعني انك انت اسطورة. وبعرف اني طولت بالنهاية يا شباب، وشكرا لكم على المشاهدة وبيس اوت.